السلام عليكم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. هل يمكن للشعب الفلسطيني إحباط صفقة القرن؟ كيف يمكن استثمار الرفض العالمي للصفقة من أجل إفشالها؟ ما كلمة السر للتقدم على طريق الانتصار على صفقة القرن؟ ولماذا لا يتم إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني للنجاح في مواجهة هذه الصفقة؟ في زارة المدائن نشاهد وإياكم مشاهد من احتلال القدس عام 67 و900 وألف، كما تتابعون في ذاكرة فلسطين عملية مفاعل ديمونا التي وقعت عام 88 و900 وألف. فابقوا معنا. القدس بتتألم من اللي يمسح دمعتها، ياخد بإيديها ويتقدم يحفظ كرامتها وعزتها. مجروح القدس بتتألم من اللي يمسح دمعتها، ياخد بإيديها ويتقدم يحفظ كرامتها وعزتها. ترجع للقدس بتسمتها والفرحة تلاقي لبس صخرتها، ترجع للقدس ابتسامتها والفرحة تلالي بصخرتها، وأطفال يشوفوا المستقبل بعيون القدس. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين، والتي نناقش فيها موضوعا مهما يتعلق بصفقة القرن. هل تم إحباطها؟ هل أفشلت أم أجلت؟ هذا ما نطرحه للنقاش في هذا الأسبوع، حيث تحمل صفقة القرن تحمل احتمالات الفشل كما إمكانيات النجاح كما هو معروف، وأكبر ما يهددها بالفشل هو تطرفها الكبير لصالح الكيان الصهيوني دون إعطاء شيء للفلسطينيين سوى وعد كاذب بالازدهار الاقتصادي مقابل إدامة الاحتلال والحكم الذاتي تحت السيادة الصهيونية كما هو حاصل منذ أكثر من 20 عاما، لدرجة قيام صهاينة خبراء في الصراع من كتاب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وهم أمثال دينيس روس وأمثال ديفيد ماكوفسكي بالتحذير من إمكانية أن تقود الخطة إلى الكارثة، ويطالبون بتعديلها لتتضمن إقامة دولة فلسطينية تحت حكم فلسطيني. لذلك نحن نطرح هذا الموضوع للنقاش في هذا اليوم مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محمد بلعاوي الكاتب والباحث الفلسطيني. مرحبا بك معنا دكتور في هذه الحلقة. كما يسعدنا أن نرحب لاحقا عبر الأقمار الصناعية من الضفة المحتلة بالأستاذ عماد أبو عواد الباحث في الشأن الصهيوني. بعد قليل اسمحوا لنا أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود للنقاش. رغم تعدد السيناريوهات لما بات يعرف بصفقة القرن، إلا أنها أصبحت بمعالم واضحة تهدف إلى القضاء على ما تبقى من القضية الفلسطينية. وبحسب التصريحات الفلسطينية الرسمية والفصائلية والشعبية، فإن الصفقة مرفوضة جملة وتفصيلة، كما أنها ستكون سببا جوهريا في تدهور الأوضاع العسكرية والأمنية والسياسية إذا ما أقدمت دولة الاحتلال وترامب على تطبيق بنود تلك الصفقة، حيث بات على الفلسطينيين التحرك في كل الاتجاهات الدولية والمحلية بهدف مناهضة الصفقة ووقف بنودها المجحفة والمطالبة بحل عادل للقضية الفلسطينية. الموقف الفلسطيني الرسمي والموقف الفلسطيني الشعبي والفصائل والتيارات كله رافض لمثل هذه الصفقة، يعني وبالتالي كونه أهل القضية
رافضين لأي التعاطي مع هذه الصفقة. أنا أعتقد أنه لن تكلل بالنجاح حتى وإن فتحت لها العواصم العربية أبوابها. وتتمحور الخطوات الفلسطينية الواجبة الاتباع للقضاء على مخطط ترامب حول كلمة السر، وهي ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد صفوفه بالوحدة الوطنية وإعلان التحلل من اتفاق أوسلو ووقف كافة أشكال الاتصال والتنسيق وبخاصة الأمني منها مع الكيان الصهيوني، ودعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لعقد جلسات مفتوحة تستهدف إعادة إصلاح وبناء المنظمة ومؤسساتها، ووضع رؤية استراتيجية وطنية وسياسية كفاحية واضحة لإشراك اللاجئين الفلسطينيين في المعركة ضد الاحتلال، إضافة إلى إعادة الاعتبار لقضية فلسطين كقضية مركزية ودعوة كل الدول العربية والإسلامية لتوحيد جهودها وجهادها نحو القدس. يعني حتى يتم إحباط صفقة القرن لابد من خطوات عملية تتجاوز التصريحات والحديث النظري. أولى هذه الخطوات هو الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وأيضا تبني استراتيجية وطنية لمواجهة هذه الصفقة. أعتقد أن الدول العربية والنظام الإقليمي العربي إذا رأى الشعب الفلسطيني موحدا لا أعتقد أن هناك أي نظام قد يجرؤ على تجاوز وحدة الموقف الفلسطيني. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد خلال لقاء مغلق مع رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى أن خطة ترامب للتسوية السلمية أو ما تعرف بصفقة القرن فيها جانبان جيدان وتسعة جوانب سيئة، متوقعا أن تفشل هذه الخطة في نهاية المطاف، وأنه لا يوجد ضمانات لفك عقدة الصراع الفلسطيني الصهيوني فيما يجري العمل على تأجيل الإعلان عن تلك الصفقة. هذا ولا يزال الصمت الواضح على ردود أفعال الحكومة الصهيونية المباركة للصفقة ونتائجها غير المتوقعة لصالح دولة الاحتلال. أرحب بكم مجددا أعزائنا المشاهدين، كما أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد مكرم بلعاوي رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا مرة أخرى في هذه الحلقة. دكتور، إلى أين وصلت الأمور في هذه الصفقة؟ نحن أمام ملامح صفقة خاسرة على ما يبدو في نظر كثير من المحللين والمراقبين، واليوم نتساءل بعد التأجيل المتكرر لهذه الصفقة للإعلان عنها، إلى أين وصلت باعتقادكم؟ أنا أعتقد أنه بالنسبة لنا كشعب فلسطيني الصفقة ستنتهي وهي منتهية بالأساس. الصفقة عبارة عن خطوة من ضمن خطوات طويلة ومحاولة من ضمن محاولات هائلة لتصفية القضية الفلسطينية. بالنسبة لنا كشعب فلسطيني لا يوجد خيار آخر غير إفشال الصفقة، وبالتالي مهما حاول الأمريكيون أو غيرهم فإنه هذه الصفقة وغيرها ستتكسر على صخرة صمود الشعب الفلسطيني. مشروع ترامب ومشروع كوشنر بالأساس هو مشروع استعلائي، يظنون بأنهم عندهم القدرة أن يحققوا نجاحات في مواضيع فشل فيها الآخرون بالضغط وبالإغراءات المادية، ولكن ثبت على مدى قرن كامل من الزمان أن كل هذه المحاولات باءت وستبوء بالفشل. ولو كان هناك 1000 ترامب و1000 كوشنر فإنهم أيضا سيخسرون أمام الشعب الفلسطيني. ما سر هذه الثقة بالشعب الفلسطيني وبخسارة هذه الصفقة؟ لأنه بالنسبة للشعب الفلسطيني ومن خلفه الأمة العربية والإسلامية لا يوجد خيار غير النصر، هذا هو اليقين. وهذا مشروع مخالف للطبيعة، مخالف للحق، مخالف لكل الحقوق، وبالتالي مصيره الفشل والزوال. ولو كان هناك فرصة لأي نجاح كان نجحت إحدى مشاريع التسوية منذ بداية القرن العشرين. لماذا هذه المرة ستكون مختلفة؟ الشعب الفلسطيني هو نفس الشعب ومن خلفه الأمة العربية والإسلامية، وهو اليوم أشد تمسكا بحقوقه من أي وقت مضى. نعم، اسمح لي دكتور أرحب بضيفنا الأستاذ عماد أبو عواد الباحث في الشأن الصهيوني، انضم إلينا مباشرة من رام الله. أستاذ عماد مرحبا بك معنا في هذه الحلقة. يعطيك العافية وضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. أهلا بك. دعني أتساءل وإياك عن الحديث الذي يدور داخل الكيان الصهيوني فيما يتعلق بهذه الصفقة. ماذا يقول الإسرائيليون في الآونة الأخيرة حول هذا الموضوع؟ ولا سيما أنه يعني أجل الإعلان عنها عفوا في البداية في أواخر على عام 2018، ثم قيل أنه سيتم الإعلان عنها في بداية 2019، لكن حتى الآن لم يعلن بشكل رسمي. صحيح أن هناك خطوات
متعلقة بها على أرض الواقع، ومنها مؤتمر البحرين في هذا الشهر، لكن ماذا يقول الصهاينة داخل الكيان حول هذا الموضوع؟ يعني هو في البداية لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة، بأنه منذ وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض كان هناك تعاطي إسرائيلي كبير وفرحة عارمة إسرائيلية بأن القادم سيكون أفضل بالنسبة للكيان الإسرائيلي. دعنا نذكر المشاهدين ببعض التصريحات في ذلك الوقت. يعني نفتالي بنت زعيم البيت اليهودي قال في ذلك الوقت بأنه الآن انتهى حلم الدولة الفلسطينية، الآن نستطيع ضم القدس وتحويلها إلى القدس الكبرى، نستطيع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، نستطيع الحديث بوضوح مع العرب ومع الفلسطينيين على أن ما يحاكي الآن على أرض الواقع يجب تقبله، وبأنه يجب أن يكون الفلسطينيين في الضفة الغربية تبع لدولة الاحتلال دون وجود أي كيان سياسي يمثلهم. الآن فيما يتعلق بصفقة القرن، أنا شخصيا يعني لا أرى أنه هناك صفقة بمفهوم والله لها بنود واضحة، هي الصفقة تتماشى تماما مع التوجهات الإسرائيلية، بالتالي هناك ترحيب إسرائيلي داخلي كبير بمثل هذه الصفقة التي من الواضح بأنها ستكرس ما تم تكريسه في السابق. يعني هو عهد كلينتون وبوش وأوباما، ماذا كان في هذا العهد؟ تكريس للاستيطان في الضفة الغربية، مصادرة 60% من الضفة الغربية، توسيع المستوطنات، شق الطرق الالتفافية، تهويد القدس. بالتالي صفقة القرن الآن هي ثمرة يراد قطفها، أما عمليا على أرض الواقع منذ توقيع اتفاق أوسلو ورسم رابين للخارطة السياسية في الضفة الغربية واستثناء مناطق سي اللي بتمثل 60% من الضفة الغربية، بالتالي صفقة القرن بدأت من تلك اللحظة، بدأت من توقيع اتفاق أوسلو وكانت ملامحها واضحة. الآن يراد قطف الثمرة وتقديمها لإسرائيل على طبق من ذهب، وأن يتم اعتراف العالم بأن الاستيطان في الضفة الغربية هو أمر شرعي إسرائيلي، لا يجب التفكير أو المطالبة من أي طرف من الأطراف سواء العربية أو الإقليمية أو حتى العالمية مطالبة تل أبيب بالانسحاب من هذه المناطق. بالتالي أنا باعتقادي الصفقة المتمثلة حاليا هي أنه في البيت الأبيض هناك يعني حكم لا يستخدم الدبلوماسية كثيرا، يتعامل بصراحة بصفاقة وبوقاحة، يتعامل مع الإقليم على أنه عبد ويتعامل على أنه هو سيد يجب تنفيذ كل ما يطلب منه، وهذا ما تريد إسرائيل. لذلك هناك ترحيب إسرائيلي كبير لما يدور في البيت الأبيض وللنوايا الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وفي الإقليم ككل، وما الهرولة العربية نحو التطبيع إلا دليل ومؤشر على أن الأمور الآن باتت على الطاولة ويمنع أن تكون من تحت الطاولة. نعم، أشكرك أستاذ عباد، أرجو أن تبقى معي. دكتور، هذه الصفقة حملت بذور فشلها من البداية برفض عالمي واسع، يعني بعدم منطقية في طرح هذه الصفقة وفي بنودها وما ستؤول إليه. باعتقادكم هل هناك أسباب أخرى تجعل منها صفقة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، رغم حالة التطبيع من بعض الدول العربية الرسمية ومحاولة دول أخرى المساعدة من خلال الضغط لتنفيذ هذه الخطة؟ يعني خلال 3 سنوات الماضية بالحديث عن صفقة القرن كان هناك دائما تساؤل، ما هي صفقة القرن؟ هل هناك صفقة بالفعل؟ أم هناك إملاءات عمليا صهيونية جاءت بقفاز أمريكي؟ أنا بتصور أنه هذا هو الواقع. يعني كما ذكر زميلي وضيفكم من رام الله، هناك إملاءات بدأت من عهد أوسلو تقريبا، وهذه سلسلة تسير في نفس الاتجاه. كوشنر عمليا هو صوت نتنياهو، وكأنه نتنياهو يمسك بقفاز، وكوشنر هو هذا القفاز. الإرادة الأمريكية هي انعكاس للإرادة الصهيونية التي التقت على قضم الضفة وعلى إنهاء حق اللاجئين، على إقامة المستوطنات، على إنهاء الهوية الفلسطينية ومقايضتها بشيء من التسهيلات وتحويل الفلسطينيين إلى في أقصى يعني الحدود إلى عسك شرطة تحمي الاحتلال وتعطيه المشروعية. الآن مطلوب من الفلسطينيين أن يعطوا هذه الدمغة وهذا الختم إنه ما حصل هو أمر شرعي، وكما حصل أيضا في مرتفعات الجولان يراد للقيادة الأمريكية أن تملي إرادتها على العالم
انعكاسا للإرادة الصهيونية، والآن هذا الوضع يتكرر في الضفة الغربية. هذا كله لن يقبل به الشعب الفلسطيني. يجب دائما أن نتذكر أن المواجهة مع المشروع الصهيوني ليست فلسطينية فقط وحصرا، المواجهة مع المشروع الأمريكي الصهيوني هي أوسع من ذلك كثير. هناك طيف كبير من المتضررين، ويجب ألا يتخلوا عن مسؤولياتهم، حتى لو كانت الأنظمة العربية والإسلامية في الوقت الحاضر تؤيد هذا وتوافق عليه، إلا أنه المصلحة العربية والإسلامية يجب أن تقف حائلا دون تحقيق هذا على أمر الواقع، وستتكسر كما ذكرت في بداية الحلقة على إرادة الشعب الفلسطيني. لكن دعنا دكتور نبدأ بالمستوى الفلسطيني ونتحدث عن الموقف الفلسطيني بشيء من التفصيل. الآن نحن نتحدث عن سلطة فلسطينية ترفض هذه الصفقة، نتحدث عن تنظيمات فلسطينية مقاومة ترفض هذه الصفقة، لكن للأسف وبعد أن طرحت بعض بنود الصفقة عمليا على أرض الواقع من قبيل نقل سفارة الاحتلال إلى الكيان الصهيوني وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الشأن، حتى الآن لم نجد موقفا فلسطينيا رسميا جديا تجاه مواجهة هذه الصفقة. يعني اتفاق أوسلو من 93 لليوم هو عمليا يتماهى مع هذه الصفقة. الآن الموقف الرسمي الفلسطيني موقف لا بأس به، لا يريد أن يشارك بورشة البحرين أو مؤتمر البحرين. نحن نؤيد ذلك يعني كقوة وفلسطينية وكمفكرين ووطنيين فلسطينيين، ويجب أن ندعم هذا الموقف. لكن يجب أن نتذكر أنه من 93 لليوم والسلطة الفلسطينية بوجودها وبطريقة تعاملها مع الحركة الوطنية الفلسطينية هي التي قوضت هذه الحركة وأوجدت الأرضية الخصبة لكي يتمدد هذا الاحتلال ويقضم من الضفة ويبني المستوطنات. فاليوم أنا شخصياً لا أعول على هذا الأمر كثيراً، وإن كنت غير معني أن أنقل الصراع من صراع مع العدو إلى داخل البيت الفلسطيني. أنا يعني أشيد بهذا الموقف لكنني لا أعول عليه كثيراً. أنا أعول على مقاومة الشعب الفلسطيني وأحرار العالم وكل من يقف وراء الشعب الفلسطيني بكل أنواع المقاومة. هذا هو حقيقة الذي سيغير الميزان على الأرض. نعم. طيب سيد عماد من رام الله، أعود للمشهد الصهيوني وأتساءل معك عن حقيقة موقف الأحزاب الصهيونية، ولا سيما أن هناك يعني فشل حقيقي في يعني تشكيل حكومة صهيونية جديدة بعد الانتخابات. هل هناك اتفاق حول موضوع هذه الصفقة وبأنها قابلة للتطبيق على أرض الواقع؟ هناك إجماع إسرائيلي على أنه البيت الأبيض الآن يقدم خدمات كبيرة لدولة الاحتلال، لكن دعني أشير بأنه الأحزاب الإسرائيلية لدينا يعني تقريبا 4 أحزاب إسرائيلية لا تهتم بالسياسة الخارجية. لدينا حزب شاس ويهوداتها تراح حريديم، ما بعنيهم كثير والله قضايا السياسة الخارجية. لدينا حزب كلنا لا يهتم أيضا كثيرا في القضايا السياسية الخارجية، هو كل همه داخلي. لذلك لا نتخيل بأنه كل الأحزاب السياسية الإسرائيلية لديها أجندة سياسية خارجية. الآن الذين يهتمون بالسياسة الخارجية تكتلين، تكتل المركز بقيادة طبعا ما يعرف بحزب أزرق أبيض، وتكتل الليكود الذي يعني يقود اليمين الإسرائيلي بطبيعة الحال إلى جانب طبعا المتدينين الصهاينة. هؤلاء لا يختلفون على أن صفقة القرن يجب أن تطبق كما تريدها يعني إدارة ترامب، وكذلك كما تخدم المشروع الصهيوني. الآن هناك خلاف داخلي إسرائيلي، كيف لهذه الصفقة التي كما أشرت أنا قبل قليل بأنه هي معالمها منذ اتفاق أوسلو، كيف ستخدم إسرائيل؟ الآن هناك 3 تيارات. تيار الليكود يرى بأنه يجب أن تكون هذه الصفقة من خلال أن تكون ضم للمستوطنات وتجمعات الاستيطانية الكبرى في إسرائيل، وأن يتم ترسيم حدود المستوطنات بما يخدم المصلحة الإسرائيلية الأمنية، ويبقي الفلسطينيين شبه منفصلين عن الدولة العبرية تحت إطار حكم ذاتي. في المقابل هناك تيار أكثر تطرفا تقود كما يعني هو معلوم الصهيونية الدينية، لا هذا يرى بأنه ضم كل الضفة الغربية لدوافع طبعا أيديولوجية دينية أمنية
يرى ضم كل الضفة بما في ذلك السكان الفلسطينيين هو أمر حيوي لاستمرار الدولة العبرية وربما توسعها في المستقبل، لأنه حلم هذا التيار اللي بيعتبروه البعض المسيح المنتظر، يعني هناك من ينظر إلى أنه الصهيونية الدينية هي تمثل المسيح المنتظر كتيار وليس كشخص، يريد ضم كل الضفة الغربية بما في ذلك السكان. الآن هناك التيار الثالث، تيار المركز، لكن ليس له على أرض الواقع يعني أمل ليحقق والله انتصار في الانتخابات أو أن يشكل الحكومة القادمة. يرى هذا التيار بأنه يجب فقط ضم بعض التجمعات الاستيطانية الكبرى، تجمع يعني أرائيل المناطق هاي، تجمع غوش عتسيون، تضم إلى الدولة العبرية بما يشكل تقريبا مساحة 6-7% من مساحة الضفة الغربية، ويتم التوافق سياسيا مع الفلسطينيين من خلال تعويضهم والله ببعض الأراضي أو تعويضهم مثلا ماليا، ويعاد إحياء اتفاق أوسلو وأن يكون هناك دولتين لشعبين. لكن حتى تيار المركز اليوم يرى بأنه يجب فرض الحل على الفلسطينيين ولا يجب أن يكون هناك مفاوضات. لذلك بالمحصلة ما يمكن قوله هناك إجماع إسرائيلي على خطة عريضة بأنه لا عودة لاتفاق أوسلو كما نصت الاتفاقات، يجب أن تضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، لا يجب أن يكون للفلسطينيين كيان سياسي حقيقي يستطيع تمثيلهم أمام المحافل الدولية أو يستطيع أن يرفع والله القضية الفلسطينية أو استمرار رفعها أمام العالم ككل. بالتالي نتحدث على أنه الإجماع الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية واضح، تبقى الخلافات الداخلية الإسرائيلية مرهونة ب ما يتعلق الدين والدولة، طبيعة العلاقة بين المتدينين وغير المتدينين، الاقتصاد وما شابه من هذا القبيل. أما فيما يتعلق بالخطوات الأمريكية، الكل يرحب والكل يعتبر بأنه ترامب يعني خيار استراتيجي وفرصة يعني بعث من السماء من أجل إسرائيل. تمام دكتور محمد، أليس حاليا بالفلسطينيين إعادة الاعتبار للمشروع الوطني، إصلاح منظمة التحرير لكي تكون هناك مواجهة حقيقية مع هذه الصفقة التي كما تفضلت حضرتك وتفضل ضيفي من رام الله تملى إملاء على الشعب الفلسطيني وعلى العرب؟ أليس حاليا بنا أن نستثمر هذا الموقف لإصلاح بيتنا الداخلي الفلسطيني؟ كيف سنواجه هذه الصفقة؟ بأي يعني منطق؟ اليوم من فوائد هذه الصفقة بين مزدوجين إذا جاز التعبير أنها عرت مشروع التسوية وأنها أنهت حل الدولتين إلى الأبد. هذا غير كافي دكتور. أنا تصوري إنه حالة التردد والانقسام التي كان مبررها التعويل على حل مستقبلي وأمل مستقبلي ممكن أن يشكل حل الدولتين انتهى. حتى في نطاق التأييد الدولي والنشطاء والحقوقيين الذين كانوا يعولون على حل الدولتين، حتى هؤلاء اليوم يقولون بأن حل الدولتين انتهى، لا يوجد أي مقومات لحل الدولتين. نعم. فهذا مدعاة لأن الموقف الفلسطيني يتوحد. وأنا أتصور بأنه ما لم يكن هناك أسباب غير ذاتية يعني مصالح شخصية وفئوية، فعلى الموقف الفلسطيني أن يتوحد باتجاه إنهاء هذا الكيان من جذوره، وليس على أرضية لا تسوية سياسية محدودة ولا اقتصادية ولا أي شيء من هذا القبيل، لدرجة أن اليوم النشطاء في العالم كله ينظرون إلى الدولة الصهيونية، حتى نشطاء اليهود ومن كان في اليسار الصهيوني ينظر أن هذه دولة غير قابلة للحياة لأنها دولة عنصرية رجعية لا تتوافق مع روح العصر، وأول من سيتخلى عنها هم يهود الولايات المتحدة الأمريكية الذين يوصفون عادة بأنهم ليبراليون. هذا مشروع اليوم مشروع متكلس رجعي غير قابل للحياة، وبالتالي على الفلسطيني أن يوحد موقفه، أن يتجاوز المكاسب الآنية، أن يتجاوز العقد المالية، وأن يتجاوز الخلافات التنظيمية والفئوية باتجاه موقف عربي إسلامي فلسطيني موحد من خلفه كل أحرار العالم، يهدف بالأساس إلى إعادة تعريف الدولة. وبالمناسبة أنا بذكر هنا تصريح السفير الأمريكي في إسرائيل عندما سئل عن الدولة الفلسطينية قال ما هي الدولة؟ لذلك مفهوم هؤلاء الناس لأي كيان يمكن أن يسمى دولة فلسطين هو عبارة عن مخيم أو معسكر مغلق الجوانب تحت الرعاية وتحت الحماية الإسرائيلية لا أكثر من ذلك،
وهذا معناه أن يتحول أن تتحول فلسطين من وجهة نظر هؤلاء إلى محمية هنود حمر، وهذا غير قابل للحياة بالمطلق. نعم، ربما دكتور أيضا هذه الصفقة أو ما ورد فيها حتى الآن أو ما سرب منها حتى الآن يجعل على ذكر العنصرية يجعل الكيان الصهيوني الأكثر عنصرية على مستوى العالم، يجعله وجه غير مقبول أساسا. بالضبط، حتى الممارسات العنصرية داخل الضفة الغربية فضلا عن المناطق المحتلة عام 48 وصلت مستوى من العنصرية لم تصل تحت نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. كثير من الأصدقاء من جنوب إفريقيا من الذين عايشوا النظام العنصري يؤكدون بأن مستوى العنصرية الموجود في الضفة الغربية هو شيء غير مسبوق، هو مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية، وبالتالي فكرة أن يكون هناك الصهيوني اليساري الذي كما يقول إيلان بابي أنه يحمي حالة الاستعمار الصهيوني الإحلالي، هذا اليوم انتهى بانحسار اليسار أو ما يعرف باليسار، وتحول المجتمع الإسرائيلي كله باتجاه أقصى اليمين واليمين الديني. ولذلك هناك شخصيات عديدة حضرتك ذكرت ضمنها، هناك الكثير من يهود الولايات المتحدة الأمريكية الذين اعتبروا أن وجود نتنياهو في الحكم وترامب وكوشنر هو عبارة عن إطلاق نار على المشروع الصهيوني ونهاية له. نعم أستاذ عماد، ماذا يقول الصهاينة أو ما رأيهم بالموقف الفلسطيني والموقف العربي بصفة عامة، ولا سيما أن نتنياهو في عدة مرات خلال الفترات الماضية أشاد بالتطبيع العربي الذي حصل وقال أنه غير متوقع ومفاجئ بالنسبة له وبالنسبة لحكومته؟ لا، هو أشوف الإسرائيليين مرتاحين جدا لما يحدث الآن في الإقليم العربي، وللأمانة إسرائيل نجحت بشكل كبير في التعاطي مع الإقليم. يعني إحنا إذا بنتذكر قبل 20 عام و 15 عام كان التطبيع مرهون مع إسرائيل بالتقدم في القضية الفلسطينية. لك أن تتخيل الآن بأنه إسرائيل، يعني هو نتنياهو عندما يخاطب الجمهور الإسرائيلي يخاطبه تحت شعار بأنه نتنياهو استطاع عقد علاقات دبلوماسية مع دول عربية وإسلامية بمعزل عن القضية الفلسطينية، لا بل ويذهب أبعد من ذلك بأنه متوافق مع بعض القيادات العربية حول الحلول السياسية بما لا يتناسب مع طموح الفلسطينيين. الآن إسرائيل استغلت يعني أمور موضوعية على الأرض، استغلت علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، استغلت يعني الحالة المترهلة للعرب وللقيادة العربية وحرص العرب على الكرسي أكثر من حرصهم على المواقف الوطنية والمشرفة، لكن في المحصلة هناك ارتياح إسرائيلي للمواقف العربية في الإقليم. فيما يتعلق بالفلسطينيين، بالتأكيد إسرائيل منزعجة من الرفض الفلسطيني لصفقة القرن، منزعجة من الرفض الفلسطيني للكثير من الأمور، هي تريد للفلسطينيين أن يسلموا بالكامل، لكن في نفس الوقت لدى إسرائيل قناعة بأن الفلسطينيين لا حول لهم ولا قوة، في ظل أولا الانقسام على الأرض، في ظل ثانيا هو الرفض رفض شفهي، لكن على الأرض إذا أنت بترفض صفقة القرن، إذا بترفض أنت الخطوات الإسرائيلية، هناك مسلمات يجب على الفلسطينيين القيام بها، على السلطة الفلسطينية الذهاب باتجاه مصالحة فلسطينية على حقيقية، صياغة خطة استراتيجية لمواجهة كل ما يحاك على الأرض، وتنفيذ قرارات المركزي الذي أخذ في أكثر من مرة قرارا بوقف التنسيق الأمني. بالتالي إسرائيل عندما ترى الرفض الفلسطيني ولا ترى تطبيق على أرض الواقع هي تشعر بارتياح، وإن كان الرفض مزعج، إسرائيل لا تحب لأحد أن يقول لا، لكن على الأرض هي مرتاحة لأنها ترى بأنه هذا الرفض لن يقدم ولن يؤخر. العرب الآن متوافقين مع إسرائيل والولايات المتحدة تحت شماعة والله إيران والبعبع الإيراني، وهناك اتفاق بين إسرائيل وما تسميه إسرائيل الدول السنية المعتدلة، بالتالي نتحدث عن ارتياح إسرائيلي كبير طبعا بالمجمل العام، لكن هناك تيار إسرائيلي يرى بالحالة الحالية حالة مزرية، لابد من أن يكون هناك نوع من العلاقات الحقيقية مع العرب، لأنه هذا التيار، وأنا أتحدث هنا عن اليسار الإسرائيلي واللي نسبته ما بتتجاوز 4% في إسرائيل، يرى بأنه هاي العلاقات هي علاقات خوف، علاقات مجاملة للولايات المتحدة وليست علاقات حقيقية، لأن العلاقات الحقيقية يجب أن تنعكس على نظرة الشعوب للدولة العبرية، كما هو معلوم يعني نظرة الشعوب العربية وفق طبعا تقييم إسرائيل نفسها هي نظرة سلبية لهذا الكيان. في كل عام
تصدر وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا حول نسبة كراهية العرب للدولة العبرية، نجد أنها في ارتفاع وارتفاع مستمر، والمفاجأة أن دول الإقليم كالأردن ومصر هي أكثر الشعوب عداء لهذه الدولة. نعم، فيما يتعلق بمسألة التأجيل، هل نتوقع تأجيل آخر للصفقة؟ بالتأكيد نعم، المتوقع الآن أن يكون هناك تأجيل آخر لسببين. السبب الأول أنه الانتخابات الإسرائيلية عمليا ستكون في 17 من سبتمبر المقبل، وبالتالي تشكيل الحكومة ربما يستغرق شهر ونصف آخر إلى شهرين. إضافة إلى ذلك، سينشغل دونالد ترامب في نوفمبر من هذا العام بالحملة الانتخابية للانتخابات التي ستعقد في نوفمبر عام 2020، فبالتالي الترجيح أن يكون هناك تأجيل لهذه الصفقة، ويبدو أن هذا التأجيل بحد ذاته سيكون مربح إسرائيليا ومربح للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن التأجيل يعني نعم يعني استمرار إسرائيل في مشروعها الاستيطاني وقضم ما تبقى من الضفة الغربية. نعم دكتور محمد، هل هو تأجيل أم نوع من الفشل في عدم المقدرة على فرض هذه الصفقة؟ يعني أنا بتصور أنه اثنين نفس الشيء. خلال 3 سنوات كان هناك حديث عن صفقة لم يتم الإعلان عنها، وما زال إلى اليوم لم يتم الإعلان عنها. تفاصيلها تسرب تدريجيا، ويقال بأن الإملاءات الإسرائيلية والأمريكية هي جزء من الصفقة. الصفقة مفهومها أنه في طرفين، كل طرف بأخذ حصة، بكون مستفيد بشكل أو بآخر. اليوم الطرف الفلسطيني لا يريد أن يدخل بمساومة من هذا النوع. إذن ماذا تتحول الصفقة؟ إلى مجموعة من الإملاءات، وهذا موجود، ليس بحاجة إلى الوجود الأمريكي. الوجود الأمريكي يعطي شيء من المشروعية، لكن المشروعية الحقيقية هي أن يأخذها من صاحب الحق وهو الشعب الفلسطيني، وهذا لم يحصل ولن يحصل. وبالتالي ما حصل خلال الفترة الماضية هي أنه كوشنر اشتغل تحت إرادة ترامب ظاهريا، لكن اشتغل في الحقيقة تحت إرادة نتنياهو، وبالتالي كل أهداف نتنياهو في المنطقة حاول أن يحققها عن طريق الأنظمة العربية بالضغط الأمريكي وبالقوة الأمريكية. الآن هل هذه ما تسمى بالصفقة أو محاولة إنهاء القضية الفلسطينية هل سيتحقق؟ بالطبع لا، كما ذكر زميلي، لأسباب موضوعية قائمة على الأرض، بالإضافة لأنه غياب نتنياهو وهو العمود الفقري لكل ما يجري في المنطقة سيشكل ضربة قاسمة لكل هذه الخطط والمؤامرات التي تحاك منذ 3 سنوات، ربما يؤدي ذلك إلى انهيار كل أحجار الدومينو، بما في ذلك الامتداد إلى ما يعرف بالثورة المضادة وكل ما يحاك إلى للمنطقة، ويعني معروف مين عراب كل ما يجري. نعم. وبالتالي أعتقد أنه لن تكون فقط انهيار للصفقة، ولكن ربما الانهيار لكل المنظومة الحاكمة للمنطقة. عندما نسأل عن الصفقة دكتور، هناك دائما حديث عن الإعلان عن بنود هذه الصفقة، ما أهمية الإعلان عن بنود الصفقة طالما أن البنود تطبق على أرض الواقع؟ يعني نقل السفارة، إعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل بين قوسين، نقل السفارة، مقر السفارة الأمريكية إلى القدس، التطبيع الذي يجري في المنطقة جزء، وكذلك الدعوة إلى انعقاد مؤتمر اقتصادي في البحرين، ربما هناك في القريب القادم عملية ضم للمستوطنات، هذه إجراءات على أرض الواقع، ما أهمية الإعلان؟ يعني هم يعلنون واحدة تلو أخرى واقعيا. تمام، هناك مشكلة في تعريف ما هي الصفقة. إذا كانت هذه الإجراءات ممكن نعتبرها صفقة، فأنا لا، إذن لا يوجد صفقة على الإطلاق، هي مجموعة من الإملاءات فقط لا غير. ولذلك أنا قلت أنه إحنا لسنا بحاجة إلى هذا الاسم حتى ندرك أنه هذه الإملاءات هي إرادة إسرائيلية تنفذ بالقوة الأمريكية فقط لا غير. نعم أستاذ عماد، في موضوع المستوطنات وضم المستوطنات إلى يعني إلى الكيان الصهيوني وعدم وجود مقاومة فلسطينية حقيقية على الأرض، تفشل هذه الخطوة، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر في اتخاذ القرار عمليا على أرض الواقع وفي ضم هذه المستوطنات؟ لا، هي قضية ضم المستوطنات بدأت في إسرائيل. إسرائيل الآن بتطبق أكثر من 20 قانون على المستوطنات الإسرائيلية، وأصلا من اليوم اللي يعني فرضت الضرائب على المستوطنين هي عمليا كانت هاي ملامح الضم. وعلى فكرة أول من فرض الضرائب عليهم بنيامين نتنياهو لما كان وزير مالية عام 2002 و2003. بالتالي إسرائيل بدأت تطبق القوانين على بعض المستوطنات،
الآن المستوطنات مربوطة بالشكل المباشر مع المدن الإسرائيلية في الداخل من خلال بنى تحتية حتى أفضل من تلك الموجودة في الداخل الفلسطيني المحتل. بالتالي إسرائيل لا تنتظر يعني إعلانات معينة أو تنتظر والله صفقة قرن، لا، هي تقوم على الأرض بالعمل بالبناء بتهيئة الواقع من أجل أن تقول للعالم عليك الاعتراف. الآن إذا جاءت والله الولايات المتحدة واعترفت لإسرائيل بضم المستوطنات الكبرى فهذا سيكون نقطة إضافية لإسرائيل. أما عدم إعلان الولايات المتحدة عن الصفقة هل هو سيكون عائق بالنسبة لإسرائيل؟ أنا باعتقادي لا. إسرائيل الآن عمليا تضم المستوطنات الإسرائيلية الكبرى، الأخطر من ذلك بأنها تريد ترسيم حدود المستوطنات العشوائية في إسرائيل. هناك أو في الضفة الغربية هناك أكثر من 130 مستوطنة لم يتم بنائها عن طريق الكنيسة الإسرائيلية، بمعنى بتعتبرها إسرائيل نفسها بأنه هاي المستوطنات عشوائية وغير شرعية. الآن في إسرائيل هناك نقاش حقيقي بأنه هاي 130 مستوطنة يجب تقديم مشروع قرار من أجل أن يتم الاعتراف بها على أنها مستوطنات خرجت وتم بنائها من خلال الكنيسة الإسرائيلية. طبعاً ليكون معلوم للمشاهد بأنه أي مستوطن إسرائيلي بيجي بيحتل تلة معينة لا يعني ذلك أن الحكومة الإسرائيلية كونه لم يأخذ إذناً لا توفر له حماية والخدمات الأساسية، على العكس تماماً، تشق له الطرق، توفر له حماية، تقوم بإمداده بالماء والكهرباء لحين تسوية أموره في المستقبل. بالتالي مشروع استيطاني يسيطر يتمدد. أنا باعتقادي الضم قادم لا محالة، غير مرتبط بصفقة القرن. أرجو أن تبقى معي، سأعود إليك بعد قليل. دكتور، يعني أود سؤال على ما سمعك مرة أخرى فيما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية. عدم وجود حالة مقاومة فلسطينية في الضفة الغربية، غياب هذه المقاومة أدى إلى تغول إسرائيل الكيان الصهيوني في أراضينا وفي القدس وإجراءات كثيرة جدا، وبالتالي أيضا حصار المقاومة في قطاع غزة وجعلها تفكر دائما بـ 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 بالحالة اليومية. إلى أي مدى أثر ذلك على، وهل يمكن للمقاومة فعلا أن تفاجئ الاحتلال؟ بالطبع، يعني الآن أكبر إنجاز لإسرائيل منذ 93 لليوم هو تحويل الملف الكامل والتخلص من عبء الملف الأمني بشكل كامل ووضعه في الحجر الفلسطيني. نعم. وبالتالي اليوم إذا بتراجع الصحافة الإسرائيلية بذكروا بشكل جلي أنه تهديدات السلطة بإنهاء القوى الأمنية وعدم دفع رواتبها لن يحصل، لأنه هذه القوة موجودة بالمقام الأول لمواجهة المقاومة الفلسطينية. إذا نحن لما نتكلم أنه السلطة الفلسطينية موقفها جيد بأنها ما راحت على مؤتمر البحرين هو عمليا ثناء جزئي، لكن المشكلة الأساسية وما حصل اليوم على الأرض هو نتيجة ومحصلة اتفاق أوسلو وما فعلته السلطة الفلسطينية خلال السنوات الطويلة الماضية. ولذلك باتت السلطة الفلسطينية لا تهدد كالعادة بتفكيك نفسها، ولا الرئيس محمود عباس بالاستقالة، أقصى ما تهدد به ألا تدفع رواتب رجال الأمن الفلسطينيين كلا يقفوا أمام فوضى أمنية كبيرة. نعم، نعم، أمام المقاومة. نعم. سيد عماد، اسمح لي بسؤال أخير فيما يتعلق بهذا المشهد. الآن على مستوى الكيان الصهيوني عندما يتم تأجيل الإعلان عن هذه الصفقة والانشغال بالانتخابات وما إلى ذلك، هل ستتوقف دولة الاحتلال عن تنفيذ مقتضيات هذه الصفقة على أرض الواقع؟ لا، بالتأكيد لا. يعني إسرائيل في النهاية هي دولة مؤسسات، المؤسسة تعمل على الأرض. وبالمناسبة يعني منذ بداية العام 2019 لليوم عدد المشاريع الاستيطانية اللي تم إقرارها بتتجاوز نسبتها يعني بزيادة 10% عن السنوات السابقة. بالتالي هي تعمل على الأرض، لأنه لا خلاف على الموضوع يعني الاستيطان، لا خلاف على الموضوع السياسي فيما يتعلق بالفلسطينيين. الخلافات الإسرائيلية اليوم هي خلافات داخلية. يعني في استطلاع رأي للمركز الديمقراطية الإسرائيلي بأنه ما هي أولويات المستوطن في إسرائيل، المواطن في إسرائيل، كانت يعني العملية السياسية في المرتبة الأخيرة، الآن بيهتموا بالاقتصاد، بالفجوات الاجتماعية، بالخلافات الداخلية، جسر الهوات ما بين الطبقات المختلفة. أما الموضوع السياسي هناك اتفاق، يعني اتفاق بين الليكود وبين المعسكر اليمين الصهيوني وبين الصهاينة المتدينين وبين ليبرمان وبين أزرق أبيض، لا خلاف على هذا. يعني اليوم حزب أزرق أبيض بيمثل المعسكر
أو بيمثل الوسط في إسرائيل، أقطابه كلهم يمين، لبيد كان يمين، ومشيع لون يمين، وأشكنازي يمين، جانتس يعني له تصريحات سابقة يمينية، بالتالي لا خلاف إسرائيلي على أنه يعني استغلال الحالة الراهنة، استغلال الترهل العربي، استغلال وجود ترامب في البيت الأبيض يقتضي استمرار إسرائيل على العمل على الأرض. دانيا توم بيقول أنه إسرائيل لا تستجيب إلا والمعول في رأسها، بالتالي نعم. إسرائيل دون ضغط، دون وجود حراك فلسطيني على الأرض حقيقي، هي ستستمر في مشروعها. لا يوقف إسرائيل إلا المقاومة والقوة، هذا تدرك إسرائيل أشكرك. ويدرك الشعب المحتل وتدرك كافة الأطراف الإقليمية، ويجب علينا كفلسطينيين أن نتوحد حول هذه القاعدة، وإلا فإن مرور الزمن نعم دون الوحدة حيال هذا الموضوع باعتقادي سيؤدي إلى المزيد من الترهل والتراجع، ولربما نجد أنفسنا بعد عام أو عامين في ظل هذه المعادلة بأننا نطرد من الضفة الغربية. شكرا سيد عماد أبو عواد الباحث في الشأن الصهيوني، كنت معنا مباشرة من رام الله. دكتور، تحدثت مرارا عن ما يقوله أصدقاء على مستوى العالم، ويعني لديهم تجارب شبيهة بتجربة الشعب الفلسطيني، ولكن للأسف يلاحظ أن الفلسطينيين لا يستثمرون جيدا إلى حد بعيد هذا الرفض العالمي وهذا التضامن العالمي في مزيد من الضغط على دولة الاحتلال وفي مزيد من عزل دولة الاحتلال. كيف تقيم هذه الحالة؟ هل نحن بالفعل نستثمر هذا التضامن العالمي باتجاه الضغط عليها بمزيد من القوة؟ أنا أحب أن أؤكد حقيقة وهي أن المشروع الصهيوني يحمل بذور فنائه في داخله. يعني لما إسرائيل أو نتنياهو يقول لا لحل الدولتين، بالتالي ويستوعب ويأخذ كل المناطق الفلسطينية كلها على الإطلاق، أين سيذهب الشعب الفلسطيني؟ سيبقى في أرضه. صحيح. إذن هل هذه دولة يهودية كما يريد؟ ستكون الأغلبية العددية للشعب الفلسطيني، وهذا سيفرض نفسه على هوية هذه الدولة وعلى المشروع الصهيوني. ولذلك حتى لو فرضاً نفرض جدلاً بأن الشعب الفلسطيني بقي فقط في أرضه متمسكاً بهويته، وجوده، مجرد وجوده هو تهديد للكيان الصهيوني. الأمر الآخر إنه هذا الكيان الذي يسيق بأنه الديمقراطية في صحراء الشرق الأوسط الآن ثبت بالدليل القطعي لكل من موله وسانده أنه عبارة عن ساحة قمامة فكرية وعنصرية متخلفة، واليوم مؤيدين الشعب الفلسطيني والحق الفلسطيني من غير المسلمين ومن غير العرب قد تتفاجأ بأنهم كثير من الأحيان أكثر تشدداً وأكثر تقدمية من كثير من المسلمين. يعني إذا بتنظر لبعض الدول الإسلامية مستوى التأييد فيها أقل من بعض الدول الأوروبية كفرنسا وإسبانيا والبرتغال وغيره، وبالتالي الشعب الفلسطيني مطلوب منه ألا يحرر فلسطين وحده، هو رأس وطليعة معركة التحرير، لكن يجب أن يكرس قوته بالأساس لاستنهاض الآخرين والدفع بهم إلى وقوف إلى جانبه، إلى وقوف جانب الحق، وإلى أن يكون هذا العالم عالم منصف قابل للحياة وليس غابة يتناوش بها القوي الضعيف. شكرا جزيلا لك دكتور على ما تفضلت به، واسمح لنا أن نذهب إلى بقية فقراتنا في زهرة المدائن. اليوم نتابع وإياكم بعض المشاهد التاريخية من احتلال القدس عام 1967. חדל, חדל, כל הכוחות חדל!
مشاهد مؤلمة لا ينساها التاريخ ولن ينساها الشعب الفلسطيني حتى تحرير هذه الأرض المقدسة وجوهرة الأرض المباركة القدس والأقصى المبارك. دعونا أن نتابع في ذاكرة فلسطين عملية مفاعل ديمونة التي نفذت عام 88 و900 وألف إلى هناك. أعادت الانتفاضة الفلسطينية الأولى روح القتال والكفاح المسلح، فأخذ الأبطال يخططون لتنفيذ عمليات لم يعتقد الصهاينة أن تصل جرأة الفلسطينيين لتنفيذ مثلها. عملية مفاعل ديمونة عام 1988. استطاع الرجل الثاني في حركة فتح قليل الوزير التخطيط لعملية مفاعل ديمونة بإحكام، ونفذها ثلاثة من أبطال فتح هم محمد خليل صالح الحنفي ومحمد عبد القادر بقيادة الشهيد عبد الله عبد المجيد كلاب. ففي صباح السابع من إبريل من عام 1988 انطلق الفدائيون الثلاثة، كانوا على بعد 7 كيلومترات من الهدف، واستطاعوا أن يسيطروا على حافلة تقل ضباط وعاملين إلى المفاعل يوميا، ثم انطلقوا مسرعين باتجاه المفاعل لتنفيذ مخططهم. ومن أجل الضغط على إسرائيل لإطلاق سراح 9000 من الأسرى الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال أثناء الانتفاضة، اندلعت المعركة بين الفدائيين والقوات الإسرائيلية قبل الوصول للهدف المنشود، إذ اعترضت الطائرات الحربية والدبابات طريق الحافلة وأطلقوا الرصاص على الفدائيين، فخاض الفدائيون معركة بطولية مزودين برشاشات متواضعة وبعض القنابل اليدوية مقابل مدرعات وأسلحة ثقيلة وقوات مضاعفة تحاول إيقافهم. قتل الفدائيون 3 جنود إسرائيليين، إلا أن المعركة غير المتكافئة انتهت باستشهادهم جميعا بعد اشتباكات استمرت ساعات. تعتبر عملية مفاعل ديمونة من أهم العمليات البطولية التي خطط لها الفدائيون، فقد كان الوصول لهذا المفاعل شاقا ومحاطا بالمخاطر، إذ كانت تحيطه قوات إسرائيلية ثابتة ومتحركة، كما أن المفاعل نفسه كان محصناً ضد أي هجوم أو ضربات جوية معادية. قرأ الصهاينة الدلالة السياسية لهذه العملية، إذ كانت إيذاناً بأن الفدائيين الفلسطينيين عادوا للعمل بكل قوة وبسالة، وأنهم استطاعوا أن يخترقوا إسرائيل مرة أخرى. فما كان من قيادتها إلا أنها عقدت اجتماعاً طارئاً تبحث فيه عن الرد السريع على هذه العملية التي هزت قلبها. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها.
يا هذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. هذه تحياتنا وشكرنا للدكتور محمد مكرم بلعاوي رئيس منتدى آسيا وشرق الأوسط والأستاذ عماد أبو عواد الباحث في الشأن الصهيوني، وشكرنا الجزيل للفريق العمل معنا ولكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.